اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا الحلقه دي هنجهز اوردر لعميله من امريكا. هي كانت على فكره هي عايشه في امريكا بقالها فتره كبيره جدا جدا، اكتر مثلا من 20-30 سنه، وهي نزلت مصر اجازه وبتستمتع بقى بمصر وحلاوه مصر. قولوا لي انتم منين في الكومنتات، وتحيا مصر وتحيا امريكا طبعا. الاوردر ده خاص جدا، العميله اسمها نونا، انا بحترمها جدا وبحبها جدا ومن الناس اللي بتثق فينا جدا. طبعا خدت اول حاجه السيرم بتاع الريتينول اللي هو من براند ايفون، وهو البرانش نفسه اسمه انيو. ده السيرم بتاع الريتينول اللي بيعمل على تجديد خلايا البشره، والريتينول يا جماعه هو فيه 1% نسبه قليله، يعني ما تضرش وفي نفس الوقت تنفعني وتخلي البشره دايما متجدده وبتحمي من التجاعيد، وكمان بتقلل منظر الخطوط وتدي نضاره حلوه جدا للبشره، زائد ان فيها هيالورونيك اسيد وشويه حاجات مرطبه. طبعا في سيرومات تانية كتير وفي حاجات كتيره ممكن تكون افضل ليكي، عشان كده بقول لك تواصلي معايا على اللينكات اللي موجوده في صندوق الوصف اللي هي بتضغطي على العنوان تلاقي اللينكات على طول، وساعات بتكون في اول كومنت كمان بنقدر ان احنا نرشح لك انسب روتين عنايه ليكي. تاني حاجه طلبتها نونا هو برضو التونر القمر ده من انيو برضو ايفون، هي واضح ان هي عجبتها براندات ايفون قوي، ودي برضو حاجات كويسه، يعني براندات ايفون محترمه بصراحه، في حاجات كتيره جدا. برضو طلبت من ايفون اللي هو القلم بتاع الباور ستاي ده اللي بيدوم 16 ساعه، القلم الفحمي. وعلى فكره يا جماعه انا هعمل لكم ريفيو عنه، عشان هو عندي انا اصلا من القلم ده، هو ماتت يعني مش بيتبري وبيقعد فتره كبيره، وسواده كويس جدا، سواده فحمي ومش بيسيح خالص خالص. برضو في التجميل برضو طلبت الماسكارا، بس ديت يعني مش براند ايفون، ده براند تاني خالص، دي ماسكارة الحواجب براند فاشون برو. ماسكارة الحواجب دي اهي، سوري اهي، كنت فاكرها ان هي باينه لكن طلعت مش باينه. ماسكارة الحواجب اختارت اللون البني الغامق، كمان اختارت مرطب البشره من الشركه عندنا، من انتاج الشركه عندنا، يعني هي وثقت فينا، مرطب للايدين والبشره هيفيدها جدا. كمان طلبت اتنين، سوري هي طلبت ليب بالم، سوري، كمان طلبت القمر ده اللي انا بحبه وبحب ريفيوهاته وبحب استخدمه دايما، اللي بيجدد شكل البشره وبيجدد نضاره البشره وبيخلي البشره كده حلوه كده، ولو في حبوب بينشفها مش هنتكلم كتير، هنتكلم عنه في فيديوهات تانية. البراند ده اللي هو من بيور ديرم الكوري، الماسك الكوري اللي بيعمل ديب بيوريفاينج للبشره، بيدي ترطيب عميق جدا جدا للبشره، وفي نفس الوقت بينظف بتقنية الO2 أو البينك O2 الأكسجين، فبينظف مسام بشرتك بشكل حلو جدا، وده أهم حاجة. فطبعا ده أوردر للعناية بالبشرة. طبعا هنحط لها الكانديز بتاعة المتجر، حلويات المتجر، كانديز ليها وأولادها، وطبعا الهدية بتاعة المتجر اللي هو الليب بالم ده، مرطب الشفايف اللي بجوز الهند والفيتامينز، وكمان هنحط لها برضو الكروت، عشان هي اصلا يعني كروت الخصم دي كانت عجباها جدا، فهنحط لها يا ستي 5 كروت خمس كروت ليك يا لونا. طبعا يعني كروت الخصم بتاعه الشركه دي بتديكي خصم 10% وعليها كل ارقام التواصل، خصم 10% الحامل هذا الكارت وعليها كل ارقام التواصل. اول رقم ده اللي هو رقم الواتساب، بتتواصلي مع الدكتور المسؤوله سواء انا او بقيه زملائي اللي مسؤولين عن روتين العنايه والنصايح بانسب منتج ليكي وانسب روتين عنايه. وكمان يعني برضو يعني انت ايه، تعالوا نشاور بالمصاصه كده عشان ما تحسوش ان الفيديو ساكت. طبعا كل ده هيتغلف بالورق، سامعين الطرقعه؟ اقربها من المايك، عشان ترقعه بقى، عشان هي الترقعه براحتها بقى. ورق البابلز اللي احنا بنحبه ده، ورق البابلز ده من الحاجات اللي الناس كلها بتحبه يعني، وانا شخصيا بحبه جدا جدا يعني. فطبعا لما بتتواصلي على الارقام اللي موجوده هنا على الكارت او في صندوق الوصف او في البايو او اي حاجه، يعني هتعرفي ان انت توصلي لنا، بنتابع معاكي، وده اعتقد كتير بنسبه كبيره يديكي الثقه ويديكي ان انت يعني تطمني ان انت بتستخدمي المنتج الصح وبتستخدمي المنتج الاصلي، وكمان الناس بتتابع معاكي سواء انا او بقيه الدكاتره زمايلي. ولما يكون حد، انا عايزه اعرفكم بنفسي الاول، يعني اللي ما يعرفنيش، انا هبه، سوري ما عرفتش نفسي في الاول. ليا خبره كبيره جدا اكتر من 10 سنين في مجال الادويه ومجال العنايه بالبشره والشعر والجسم ومجال التجميل، واشتغلت في شركات ادويه عالميه كتير ما
تعينش غير صيادله او دكاتره يعني. فالحمد لله الخبره دي اقدر ان انا افيدكم بيها واقدر انصحكم بالانسب ليكم. مش معنى ان نونا طلبت الحاجات دي فهي هتكون مناسبه ليكي، انت ممكن تطلبي زيها عادي، بس في الحاجات التجميليه مفيش مشكله. يعني مثلا ده، بس اعتقد اللون ممكن ما يكونش مناسب معاكي، ممكن تختاري لون افتح، لون اغمق. طبعا الحاجات اللي هي دي ممكن يعني نطلب زيها، لكن الحاجات العلاجيه او الحاجات اللي هي سكين كير، التونر والريتينول، انت ممكن ما تكونيش محتاجه، بشرتك محتاجه ريتينول، او انت مثلا بشرتك مش محتاجه التونر في الوقت الحالي. ففي حاجات كتيره جدا جدا بتكون مناسبه ليكي، عشان كده بتعرفيها من التواصل معايا او مع بقيه زمايلي. بس يا نونا تتهني بالاوردر، اتمنى الاوردر يعجبك ان شاء الله، هيوصلها في خلال بالظبط، هي لسه في مصر، في خلال بالظبط يوم او يومين، 48 ساعه بالكتير، عشان على ما يتغلف بقى في شركه الشحن تاني، انا بغلفه هنا وشركه الشحن كمان بتغلفه. سامعين صوت المصاصه؟ انا مش هاخدها، هي ليك يا لونا. وشركه الشحن بتغلفه وبتبعته على طول، بعدها بيوم على طول، يعني بالكتير لو المسافه بعيده قوي. على فكره احنا عندنا شحن بره مصر يعني، فاطمنوا. اللي هنا من امريكا وبيتابعني من امريكا يكتب لي في كومنت انه من امريكا، اللي هنا من مصر وبيتابعني من مصر يكتب لي في كومنت انه من مصر، اللي هنا من مكان تاني او بلد تانيه تحياتي ليكم كلكم، واكتبوا لي انتوا منين وبتدوروا على ايه في العنايه بالبشره والشعر والجسم، وايه اكتر حاجه بتشتكوا منها وعايزين ليها حل. تواصلوا معانا، الاستشاره مجانيه، مش هندفعكم فلوس، كل حاجه من المنتجات اصليه وهتكون باختيارك وهتكون الانسب ليكي. سلام. بصي اعملي لايك، اعملي اشتراك، اعملي سبسكرايب، اعملي سبسكرايب وفعلي الجرس وفعلي النوتيفيكيشن بتاعت اليوتيوب نفسه. ليه بقى؟ علشان يوصلك كل ترند جديد في التجميل انت هتكوني مستفيده بيه، وعلشان كمان لما تعملي شير مع اصحابك هيجيلك تخفيضات بتاعت عرض الصحاب. لو انتوا طلبتوا اكتر من منتج مع بعض او طلبتوا منتجات مع بعض بيجيلكم خصومات على طول. سلام. ازيكم تاني، عايزه اقول لكم كلمتين كده من قلبي، انتوا بجد ناس جميلة جدا، وبشكركم جدا على كل الدعم وكل اللايكات وكل الكومنتات اللي انتوا بتدعموا الفيديو بيها. حابة اتكلم معاكم بس كده كلمتين يعني هتبقى ليكم، يعني انا طالبة منكم دعم كمان، ده الفيديو بقى تاني، دعم كمان، علشان الدعم اللي انتوا هتقدموه ان انتوا تقولولي اي حاجة في الكومنتات، تقولولي رأيكم في الكومنتات، ده بيفرق جدا. اللايكات بتفرق، الكومنتات بتفرق. ليه أنا بطلب ده؟ أنا ليا experience قبل كده أو خبرة قبل كده في اليوتيوب، وحصل إن أنا كان عندي قناة قبل كده كانت وصلت 28,000، وللأسف يعني حصل فيها ظروف كده ومعرفتش إن أنا أكمل فيها، فمضطرة إن أبتدي قناة من أول وجديد. ويعني حابة إن أنتوا تدعموني ونرجع تاني بالسبورت أو نرجع تاني بالريتش، علشان ده هيفرق جدا معي. ويا جماعة مش عيب خالص إن إحنا نتكلم عن المنتجات اللي بنبيعها في الشركة أو ببيعها في الشركة اللي أنا بشتغل فيها، وأطلع أجربها معاكم، ومش شرط أجربها كلها، ممكن أجربها مع الناس، ممكن الناس تجربها وتقول ريفيوهاتها. ويا ريت لو كل بنت جربت حاجة من المنتجات دي وكانت ريفيوهاتها كويسة معاها تقول كلمة طيبة برضو في الكومنتات، هيفرق جدا جدا. وبرضو لو ليكي تجربة مش ألطف حاجة مع أي منتج ممكن تحذري منه، أو ممكن تكوني استخدمتي منتج غلط أو بطريقة غلط فبتحذري منه، أو تقولي لا والله الماسك ده مثلا ما كانش كويس معايا، أو المسكرة ما كانتش أحسن حاجة كده، قولوا، شاركوا مع بعض، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، قولوا لي ممكن نعمل فيديوهات عن ايه، عايزين نصايح عن ايه. انا عندي خبرة كبيرة الحمد لله، كويس جدا، ومش بس خبرة كبيرة، انا بنت زيكم بجرب المنتجات وعندي شغف رهيب في المنتجات وفي ان انا اجربها واتكلم معاكم ونطلع نتكلم عن الحاجات دي وتجاربها والكلام ده كله، وريفيو عنها، سواء ريفيو الحاجة عجبتني او ما عجبتنيش. على فكرة ممكن حاجة تكون بتتباع في شركة عندي وانا جربتها وما عجبتنيش، وبكل امانة وبكل صدق بطلع اقول لكم الحاجة دي ما عجبتنيش، عادي جدا. ووارد تكون ما عجبتنيش وما نفعتش معايا بس تنفع معاكي. خلي بالك من حاجة، مش كل حاجة صاحبتك جربتها أو أختك جربتها على شعرها أو بشرتها هتكون كويسة معاكي، وكانت كويسة معاها هتكون كويسة معاكي، ولا أنا كل حاجة جربتها كانت كويسة معايا هتبقى كويسة معاكي، أو العكس، فهميني؟ فلازم، عشان كده احنا بنقدم في الشركة عندنا إن أنا وفريق من زمايلي اللي هم الصيادلة بنتبع معاكي. اول ما بتتواصلي من اللينك اللي في البايو بتضغطي على اللينك في صندوق الوصف، بتضغطي على عنوان صندوق الوصف، هتلاقي لينك الواتس وتلاقي لينك الانستا ولينك كل حاجه، اختاري المنصه اللي انت عايزاها وهتلاقينا بنتواصل معاكي، بنرد عليكي على طول، تمام؟ بنرد عليكي على طول، بتقولي لنا
انا والله عايزه المنتج الفلاني، او انا عندي مشكله مثلا في شعري او تساقط او البشره او ايا كان من كده، تمام؟ بنرشح لك وبنفهم لايف ستايل بتاعك وايه بنوع بشرتك وشعرك، وبنرشح لك الانسب ليكي، وده اهم حاجه عشان تعرفي تختاري المنتج والروتين المناسب ليكي. شكرا ليكم، واتمنى ان انا افيدكم وقت على طول. سلام.